باش طيح الورق، لكن قبل ما طيح الورق احنا باش نعاونوه. اذا الطقس قعد هكا راه صعيب باش طيح وحده، احنا باش نعاونوه. اول حاجه فما رش ورقي فيه البور موليبدين باش القوه اللي في الاوراق اللي مازالت في الاوراق ترجع للعظم. صح، اول شيء خاطر هي بطبيعتها الورقه باش تطيح، باش تطيح تصفار قبل باش تطيح، كي تصفار ترجع القوه نتاعها في العظم. احنا باش نعاونوها لذايا بالرش، رش ورقي قلنا بور وموليبدين. ثاني حاجه بعتالي بالطقس كيما هذا صعيب باش تطيح الورق، فما شكون زوز طرق، فما شكون يعمل كويفر زنزار ولا بوي بوردوليز، اوكي باهيه وقتها نضربوها حاجتين، معناها منها دواء ومنها نعاونوها باش تطيح. لكن في ظروف كيما هكا ماهوش باش يطيح، حتى الكويفر حتى كان تعمل رطل في 100 غرام ولا في 100 تيترا ولا كيلو في 100 تيترا باش يعاون. اذا ما نجمناش وقتها فما الحل الاخر الحق اللي نستعملوا فيه توا وعادي اهم افيكاسيتي باهيه، كيلو سلفات دو زنك اللي هو في المياه بالطبيعه، اللي هو غدوه صحيح هو اونغري فوليير شويه، اما باش يعاوننا برشا ويطيح اكثر. هذاك علاش ما يلزمناش نرجعوا نقعدوا نسقيوا برشا، خاطر باش السخانه هذه باش تحسب روحها فايقه هي وتزيد، لا عايشكم نقصوا من الماء. لي زونغري كيف كيف ما عادش، خاطر هي واقفه سي ما عادش لي زونغري، اما نعاونوها باش نحضروها باش ترقد، باش زاد كي ترقد تفيق لنا بالكدا. ولهذا الفتره حساسه ماهيش كل عام تصير، اما بالسخانه هذه بالوضع هذا ما نجموش نقصوا الماء، تقولوا هكا المطر وكل شيء لا، وزاد ما نكملوش نسقيوا برشا باش نحضروها باش ترقد باش العام الجاي الحي تفيق وتفيق قويه. وبعد ما تكمل تطيح الاوراق ان شاء الله باش نحكيو في الاسابيع الجايه ان شاء الله في الزبيره وكيفاش نعملوا الزبيره وكل حاجه وحدها، الخوخ العوينه المشمش الزيتون اللوز، ان شاء الله باش نطرقوا لهم واحد بعد واحد في الزبيره وكيفاش نعملوا الزبيره خاصه في هالظروف الصعبه هذه.